من ضمن الأسئلة إزاي أفرق ما بين الدولار الأصلي والمزور، سؤال كتير الناس بتسأله. الحقيقة إن في حاجة ممكن تبص عليها وهي علامتين مستحيل يظهروا في الدولار. الأولى هو الخط اللي في النص، لازم لما تحرك الورقة يبقى رقم 100 اللي جواه بيتحرك يمين وشمال. تاني علامة هي الدايرة اللي على اليمين، الورقة خطوط زرقاء دقيقة جدا ما بتتزورش وفحصها سهل. كمان حاجة مهمة جدا ممكن تراجع بيها الدولار هو ملمس الورقة نفسه. الورقة لو انت خبير في الدولار، طبعا لو انت مش خبير، لكن لو انت خبير، المظهر اللي بتتعمل من القطن، فخلي بالك انت سهل انك تميز الملمس بتاعها من الملمس الاخر. لكن نصيحتي حاول انك تشتري من مصدر موثوق، بنك او صرافة، بلاش الحاجات السوق السوداء كتير، عشان دي من ضمن الحاجات اللي بيتسرق فيها، فالسورس نفسه مهم جدا عشان تعرف ترجع له على هذا الاساس. طبعا لو انت بتصرف من ويسترن يونيون بيبقى عليها الختم بتاع ويسترن يونيون، فده بيبقى قوي وبيبقى حاجة تقدر انك تثبت بيها هذا الموضوع. وربنا يوفقك ويكتب كل خير. كان معكم مصطفى عطية، استشارة التدريب والتطوير. لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد، وقولونا في التعليقات ازاي نكتشفه لو حد عنده خبرة.